السلام عليكم خاوتي، هذا الفيديو سبيسيال عمي صالح. اليوم راح نعطيكم الناس تاع البلدية اللي تخدم، البلدان اللي تخدم، كي يعملوا أشغال عمومية برا في الصلاة، يحلوا حفرة ولا حاجة، هاك كيفاه يديرو لي بلاك هاوليك كيفاش. هادي حفايرة برك يا جدك. انا شفت واحد الفيديو عند عمي صالح، واحد الصوره تاع الاولاد في المدرسه، قاعدين في المدرسه، قالهم غيران يا جدك، هاي الحفره قد ماش، والله حفيره خوتي، هاك فاهم دايرينها. احنا في وسط المدرسه، حفر يطيح باكي يموت، غير 21 حفره هاي ليك. شوف كيف عندنا السلكم، احنا والله ما عندنا حتى اهتمام بالولاد صغار، يموتوا ما يموتوش، وواحد ما يتحمل المسؤولية كيف ما حاجة تصير. المهم خاوتي، السلام عليكم، ونتلاقاو الفترة الجاية ان شاء الله.